عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم الاثنين 15/11/1439 ونحن في أبوظبي باتجاه المطار إن شاء الله. والجو اليوم غبار ولا زال الحر والرطوبة. أنا أترككم مع اللافتات. الشيخ ابو حمد. السلام عليكم يا شيخ ابو حمد. السلام عليكم. معنا الشيخ عبد الملك ابنه. السلام عليكم يا عبد الملك. طالعين من البريمي جزاهم الله خير، جايبيني لابو ظبي. الله يجزاهم خير ويبارك فيهم ويوفقهم ويجمعنا بهم في الجنه. حياكم مسعل. الله يبارك فيك يا ابو حمد، ضيفتونا تعبناكم كلفنا عليكم اشغلناكم ايام القادمه ان شاء الله تعالى. ما بلا صلاه ان شاء الله. ان شاء الله تعالى. مطار ابو ظبي الدولي. الله يسر الامور ويسرنا لاهلنا سالمين. خلاص محمد لبق على اليمين بس انا احول بالشنطه وانتم روحوا. لو صار شيء لا قدر الله اجي في تاكسي ما في مشكله. السلام عليكم ورحمه الله.